إذن مرحبا بكم متابعينا الكرام متابعي أخبار الفرج المغربية في هذا اللقاء اللي تنجدد معكم مباشرة من قلب مدينة مراكش، أيضا في الأحياء العتيقة بمدينة مراكش المولد التاريخي ديال المدينة، بحكم أنه كما قلنا جمعية المجتمع المدني في المدينة لتنظم أحد التظاهرات اللي هي تبقى تجمع لمة ديال كل الحكاويتين على المستوى الوطني. تواجد معايا أحد هاد الحاضرين بهاد اللمة ديال الحكاوتيين وديال المجدوبين، معايا المجدوب اللي حاولت كما قلنا خلال الإبداع اللوحة الفنية اللي قمت بها اليوم أمام الجماهير في الافتتاح ديال هاد المهرجان اللي غادي ندير هذا الشهر الفضيل. أولا عواش مبروكة ورمضان مبارك كريم. أولا السلام عليكم وشكرا لهذا اللقاء الجميل ومشاركم بوقت نتوما بالصحة والسلامة وعلى المغاربة كاملين، ومبروك علينا هذا الشتاء اللي جات في هذا الوقت هذا تا هو إن شاء الله يكون فالخير علينا كاملين إن شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا التراث كما قلنا اللي هو تراث اللي قوي وتيمثل أحد الأهرامات ديال الفن المغربي، تنتكلموا على المجدوب، الأغلبية ديال المغاربة تيعرفوا عبد الرحمن المجدوب والحكايات ديالو وايضا الاقوال اللي كان تيتجلى بها وايضا تيتعرف بها عبد الرحمن مجدوب، لكن اليوم تنشوفوا مجدوب من مدينه صفوة تيحضر لمدينه مراكش حبا في هذا الفن هذا من اجل اعطاء واحد الوجه الفني وشبابي من مدينه صفوة. نتكلموا عموما حول الحضور ديالك اليوم رفقة هذه الفعاليات الثقافيه بمدينه مراكش وتنشئه الاجواء ديال هذا المهرجان بمدينه مراكش. ثقافتنا المغربيه عامرة بالمجاديف وعامرة بالكلام الموزوع، وانا اليوم جيت فرحان باش انني نكون في هذا المهرجان لان فيه ابداعات شبابيه كثيره، ولينا كنشوفوا شباب اللي كتعطى لهذا الفن اللي هو كنا كنشوفوه غادي كاين باطل، ولكن الحمد لله هذا النهار تفاجات بان كاينين شباب اللي ولاو كيتجهوا ليه. اذا ان شاء الله غادي يبقى في الحياه، لان كما كنعرفوا الثقافة الشعبية أو الحكاية فهو فقط واحد الفن اللي مولود شفهيا عبر الجدود وعبر الأجداد، فالحكاية المغربية هي عبارة عن أخبار تمارست من جيل لجيل لجيل حتى ولات حكاية وأسطورة. فاليوم أنا كنشد بيد من هاد الشباب وأنا جيت فرحان لأن أنا كنمثل جيل الشباب اللي إن شاء الله غادي نكونوا في المستوى، نتمنى نكون في المستوى أن نكون حاملين هذه المشعل ديال الحكايه الشعبيه، ولما لا نزيدوا به العالميه كاع. ورحنا الحمد لله رحنا دابا حاليا كنترجموا حكايات باللغه الفرنسيه وباللغه الانجليزيه وكنمثلوا الثقافه الشعبيه في العالم، في الامارات، في الانجليز، في امريكا، في فرنسا، الحمد لله كنشتغلوا في كوريا كذلك، رغم ان اللغه الكوريه صعيبه ولكن كذلك كنمشيو وكنديروا عروض ديالنا بالدارجه وكنعاودوا نترجموا بالانجليزيه، فكاين واحد الاقبال كبير على الثقافه الشعبيه، لان كما قلنا الثقافه المغربيه عندها واحد التاريخ كبير في هذا المجال. واش من خلال كما قلت الحوار وايضا اللوحه اللي قمت بعرضها رفقه العديد كنت نقولوا اللي التموا الشيبه والشباب في هذا المهرجان، واش نقولوا انه ما كاينش ما نخافوش على الفن ديال المجدوبين ولا المجاديب في المغرب، انه غادي يبقاو تيحكيو الروايات ديال المغرب والحكايات من جيل لجيل. هو كان لا خوف على 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 هذا الميدان، ولكن كذلك ما نساوش ان كاين واحد اليد اللي هي خاصها تمد واللي هو في شخص المؤسسات الحكوميه او في شخص وزاره الشباب والثقافه والاتصال، فخاصها تعطي واحد الدعم كثير لهذا الشباب، لان هذا الفن هذا الا كنا كنقولوا المسرح ابو الفنون فالحكايه وقيله هي الام ديالها، فبزاف ديال الفنانين المسرحيين والمخرجين كانوا كيخرجوا الحلقه باش يجيبوا مواضيع ديالهم. ف انا كان هذا ميساج اللي كان وجهه لهذه المؤسسات باش انها حتى هي تمد يديها. حنايا ان شاء الله كشباب حنا كنواعدوا اننا غادي نمشيو في هذا المجال رغم العقوبات العقوبات والزوبستاك اللي فيه، ولكن حنا غادي نمشيو حتى لاخر رمق ان شاء الله الرحمن الرحيم.
إذا هذا هو اللي كنتمناو لكم الجدوب اللي قد تحضر من مدينة صفرو لمدينة مراكش الحمراء مدينة البهجة باش أنه يقدر أنه يلتئم مع رفقات هذا الشيء والشباب ديال الفن ديال الحكواتيين. شكرا لكم متابعينا الكرام متابعي أخبار الفجر المغربية، نتلاقاو بكم في أقرب اللقاءات إن شاء الله إلى ذلك وحماية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء.